مدينة زاكورا تعيش على وقع الصدمة، وذلك بعد أن قامت السلطات باعتقال 23 شابا بينهم 11 قاصر. 11 قاصر خرجوا يطالبون بالماء، الناس في المغرب يطالبون بالماء. نحن قد نخجل من طلب الأكل من أحدهم، لكن لا أحد منا يخجل من طلب شربة ماء. هذه حقوق الحيوان، الحاجيات الأساسية لا يتوفر عليها المواطن، وعندما يحتاج يطلب الماء ومستعد لدفع ثمنه. نعم، مستعد للدفع، المهم أن يشرب. أبسط الحقوق، لا، الدولة تعتقله لأنه يطالب بالماء، وتعلن الدولة بذلك عدم نيتها للقيام بأي إصلاح أو محاربة أي فساد. تعتقلهم عوض أن تعتقل الدولة. الوزيرة شرفات أفلال، وزيرة جوج فرانك عديمة الكفاءة المكلفة بتوفير الماء، تأخذ راتب 5 ملايين سنتيم شهريا زيادة على السفريات والامتيازات من أموال الشعب، من أموال هؤلاء الذين تم اعتقالهم دون أي فائدة تذكر. ما الذي نستفيده من هذه الوزيرة؟ ماذا نفعل بهذه الوزيرة؟ أليست هي من يجب أن يعتقل؟ الدولة تعتقل الشباب والقاصرين وتغتصب مستقبل هذا البلد وزهرته. إنها علامة إفلاس الدولة المغربية تماما. يا أيها المواطنون، لا تملكون دولة، ابحثوا لأنفسكم عن واحدة. الدول الحقيقية يستحيل أن تعتقل شابا أو طفلا أو عجوزا أو امرأة خرج يطالب بشربة ماء. لا يطالب بتغيير دستور ولا تغيير نظام ولا استقلال قضاء ولا مطالب سياسية، أبدا، إنه يريد أن يشرب. هذه ليست تصرفات دولة، بل تشبه تصرفات عصابة اختطفت مجموعة من الناس وتبتش بهم حتى وإن طلبوا شربة ماء. العبيد لا يحرمون من الماء. في هذا الفيديو نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع هؤلاء الشباب، وندين التصرفات البشعة والقبيحة للدولة المغربية في حق هؤلاء الشباب وفي حق الوطن وفي حق هذا البلد الذي يشوه ويجعلون منه أضحوك أمام دول العالم. أنا أعتقد أنه أصبحنا نرى يعني تكتيكا معينا للنظام الحاكم في التعامل مع الاحتجاجات. في الريف يعني كان نفس الشيء، يعني مواطنون يطالبون بمطالب سلمية، مطالب معقولة في حد الأدنى يعني من العيش الكريم. نفس الشيء نراه في زاكورا، يعني الناس يطالبون فقط بالعيش، يعني بالماء الصالح للشرب، فتواجههم السلطة بالقمع، يعني القمع ثم السجن ثم تغليب للمقاربة الأمنية، يعني المقاربة الأمنية الاجتماعية. المقاربة الأمنية في الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الناس. وهذه المقاربة الأمنية للأسف يعني تبناها رئيس الدولة في خطابه الذي تبنى المقاربة ما وقع في الريف، عن الملك يعني الملك طبعا الذي تبنى المقاربة القمعية في الريف عبر خطابه الذي. السلطات الأمنية تتحدث عن قصة رشق قوة الأمن بالحجارة وتدخلت في إطار القانون، وهذا دائما معروف ومعترف به حتى في أكبر الدول. مثيرو الشغب تتدخل أمامهم قوة الأمن. يعني الغريب في الأمر هو مثيرو الشغب لا يظهرون إلا ربما يعني شهورا بعد الاحتجاجات السلمية وبعد المطالب وبعد النضالات التي يعني الناس في مدينة زاكورا يعني خاضوا نضالات عديدة منذ مدة طويلة حول مسألة الماء، حول مسألة الحق في ماء صالح للشرب، وهم يدفعون فاتورتين، فاتورة الماء المالح الذي يأتي عبر بعض الأنابيب على قلته وساعات قليلة في اليوم، ويدفعون فاتورة الماء الصالح للشرب الذي يشترونه عبر صهاريج أو عبر علاقات في المدينة، وهذا أمر غريب جدا. وأقول لملك البلاد، عوض الحديث عن زلزال سياسي وتتكلم بلغة الشارع، تحدث عن أمور أبسط. الشعب لا يجد ما يشرب أو يأكل أو يلبس، وهذه حقيقة. بالأرقام، شريحة كبيرة من أبناء شعبك لا تجد لا التعليم ولا الصحة ولا الشرب ولا الأكل الصحي ولا لباس عادي يواري سوءاتهم ولا العيش الكريم. نريد حكاما واقعيين يعرفون واقع الشعب واحتياجاته البسيطة، يحسون بهمومه وحاجياته عن قرب. كل المسؤولين في هذا البلد يعيشون في بروجهم العالية، لا يكترثون بما يحل بالشعب المسكين. شارك هذا الفيديو وأعلن تضامنك المطلق مع شباب زاكورا. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.